بدأت اليوم حزمة من الإجراءات التخفيفية في إطار التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها على مختلف القطاعات. وفي أبرز هذه الإجراءات كان السماح بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية للمطاعم والمقاهي، وهو ما استقبله القطاع بالارتياح رغم الشكوى من بعض العقبات. خسائر عديدة تكبدها أصحاب المقاهي والعاملون بها خلال العامين الماضيين، اليوم فتحت لهم طاقة الفرج تمهيداً لفتح القطاع كاملاً في المراحل التي أعلنت عنها الحكومة والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنحنى الوبائي وانتشار فيروس كورونا. عودة المقاهي للعمل جاءت بشرط مرور 21 يوماً على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح للعاملين والمرتادين باستثناء من هم دون 18 عاماً وبنسبة لا تزيد عن 50% من الطاقة الاستيعابية، إلا أن عدداً من أصحاب المقاهي واجهوا عدم استجابة من الزبائن لهذه الشروط. الحمد لله رجعت الأوراق إلى المقاهي، بس الإجراءات معقدة كثير، في ناس كثير مقدمين في محافظة إربد للمطعوم لسه ما إجاهم الدور. طب أنا صاحب منشأة، شو ذنبي اللي يجيني زبون وبدي يدخل أرجل أقول له ممنوع وأطلب منه هويته يقول لي ما يعطيني شيء إياها؟ كثير بتواجهنا مشاكل إنه طلب الهوية، بقول لك أنت مش شرطة تأخذ هويتي، يا رجل تخفف الإجراءات بس. حصر تقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية لهذه المنشآت شكل عقبة أخرى أمام القطاع في ضوء عدم توفر هذه الساحات لعدد من المقاهي. الخسائر كانت كثير كبيرة، والفتح الحالي ما رح يعوضنا بخسائرنا. وبالنسبة للإقبال تاع الزباين، إحنا ما بنتوقع يكون الإقبال كثير قوي، لأنه أغلب الزباين تعودت تقعد بالدار وما تطلع وما تأرجل خارج البيوت. بالنسبة للمقاهي الشعبية ما فيها أماكن مكشوفة، ولا يمكن يلتزموا بموضوع اللقاح، لأنه إحنا شعب على مستوى المملكة كلها شعب 1.5 مليون ملقاحين، وين باقي العشرة مليون؟ فصعب الأمور، صعب جدا، صعب بالوقت الحاضر أي إشي من هذه الأمور. بدك صالات مكشوفة، فيش بالمقاهي الشعبية بالأردن صالات مكشوفة، كلها صالات مسكرة، يعني صعب، الشروط صعبة الوقت الحاضر. رغم العقبات تحاول المقاهي والمنشآت المستفيدة من الإجراءات التخفيفية الجديدة تعويض خسائرها بالالتزام بالاشتراطات المحددة، فيما كثفت وزارة السياحة والآثار جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية أملاً بنجاح المرحلة الجديدة ضمن خطة الوصول إلى صيف آمن.